حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية نحب نذكر السادة مشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد. ترددنا على مدار القمر نايل سات هو 10727 أفقي، فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم 24/24. أي شخص وأي مواطن بالعراق والوطن العربي وبأي مكان على الكرة الأرضية يقدر يتصل ببرنامج صوتكم على واحد من هاي الأرقام. ذني أرقام اللي تشوفوها تقدرون تتصلون عليها من داخل العراق ومن خارج العراق. أما الرقمين اللي راح تشوفوهن هسه، فهذني الرقمين مخصصات للداخل فقط، تقدرون تتصلون على أي رقم من ذني الأرقام إذا كنت ساكن بأي منطقة من زاخو إلى الفاو. أما الرقم الأخير اللي موجود للبرنامج هو رقم برنامج الواتساب، هذا الرقم فقط للرسائل. أي شخص لحد لا يزعل علينا، أكو هواية دا يتصلون بالبرنامج، أكو هواية دا يدزون رسائل صوتية. هذا الرقم اللي دا تشوفوه قدامكم فقط للرسائل المكتوبة، فأتمنى أنه تكتبون لنا رسالة وتكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. بالأيام الأخيرة صارت حادثة بالعراق، هاي الحادثة هي اليوم يعني حكي الناس، هي الشغل الشاغل للعراقيين. هاي الحادثة هي استقبال ميليشيات الحشد لرئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين هنس بلاسخارت، اللي التقت بأبو فدك المحمداوي نائب رئيس هيئة الحشد. السؤال هنا، هي قالت أنه أو البعثة قالت أنه البعثة دائما تلتقي بذو الشأن في العراق حتى تحل الأمور، لأنه الحل بالعراق عن طريق الحوار. السؤال اللي ينطرح، شنو شأن الميليشيات وما هو شأنها؟ إذا كانت الميليشيات تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، فإذا هي مو ذات شأن. وإذا كانت الميليشيات تتبع أحزاب، فإذا أكو من يرأسها. وإذا كانت الميليشيات أو الحشد تابع إلى دول الخارج أو موالي إلى إيران، فهو ما يمثل العراقيين. فالسؤال اللي ينطرح هنا، عن يا شأن كانت تتحدث الممثلة العام أو رئيسة بعثة الأمم المتحدة أو البعثة بنفسها لما تقول إحنا لما نلتقينا بأبو فدك المحمداوي إحنا دا نلتقي بأشخاص ذو شأن؟ فهذا هو السؤال اللي راح نطرحه عليكم اليوم. أبو حسن من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أفل، المسؤولة التقت بهذا جماعة حزب الله والعزة جنين هنس بلاسخارت، هذول قلت لكم كلها هذول كلهم متآمرين على العراق. يعني ما قلت لكم هذول كلهم متآمرين، يعني الغرب بصورة عامة يعني شلون تقول متآمرين على العراق، وهو حتى العرب يعني هو عميل، هم دا يسهلون الأمور هاي بقتل الناس، تدمير الناس، ويعرفون كل الزين هو هذا شنو. فالعراق يعني صارت عليه مؤامرة كبيرة، والمؤامرة لازم يفهم الشعب العراقي يعني بصورة عامة، بين هذول كلهم عملاء من حزب الدعوة إلى هذول الجو العراق بحيث يعود المحررين وقشمروا الناس بالدين، وكلهم هذول كلهم قتلة. يعني لما متفقين علينا كليتهم كان ما صار اللي صار بينا. يعني شنو مصلحته بين تقابل من جماعة حزب الله؟ فهذول كلهم متآمرين على العراق، يعني بصورة عامة يفهم الشعب العراقي حذروا للعراق من مؤامرات وقتل للناس وتدمير. ما فد يوم من الأيام يعني شافوا الأمور هاي ايش تصير بالعراق ودافعوا عن العراق، هم جايين محتلين أذناء بالمحتل، ولذلك لا يصدق بيهم. اوعوا يا شعب العراق، هذول المتآمرين على العراق وعلى أهله. يعني اليوم ذلوا الناس بالرواتب،
دلوا الناس بالاكل، دلوا الناس بالمي، دلوا الناس بالكهرباء. يا شعب العراق افتهموا افتهموا، عرفوا من عدوكم. يعني مندوبه مال الامم المتحده، وهي الامم المتحده هي سبب دمار العراق، هي تحت الضوء الاخضر الامريكان والاعداء مالتنا في سبيل يحتلون العراق. لسق ولا بالامم المتحده ولا بامريكا ولا اللي يكون وياهم. فعراقيين اصحوا الخاطر على الله، لان دول كفره، ما هم العرب، هم كراهيتهم بنفس العرب. ولا شنو معناته لما تجي وتتحدث وياه وتاخذ رايه؟ يعني ما كل شيء مؤامره. نعم، يعني ناس متآمرين على العراق، والعراق لازم اذا عراقيين يصحوا. يعني الناس اللي انقصت بالمتظاهرين هذول ما لهم قيمه، مو بشر. فهذول كلهم يا اوعوا يا عراقيين اوعوا، الى ما تظلون يضحكون عليكم هذول السفله قتلت الانسانيه. الامريكان جاوا على استاذ محررين، يا محررين يا اخي، يا محررين، وبعدين قالوا احتلال. فيا عراقيين اصحوا الخاطر، الكعبه ترى العراق على الهاويه، وما ما 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 يخلص العراق الا انتم. يا اما تحافظوا على كرامتكم، ويا اما تظلون مخفخ يا اللي يجي يخفخ بيكم. هذول اذنابهم العجم. لما قلت لكم كلهم متآمرين عليكم، الامريكان، البريطانيين، الفرنسيين. والدليل لما راح خميني لفرنسا، لما اخذوا من النجف الفرنسا لقنوه، شو تسوي؟ يعني قبل يسلموا دوله. فكلهم متآمرين عليكم. نعم. تاريخهم اسود، يبقى اسود الى قيام الساعه. فيا عراقيين اصحوا، والله العظيم، والله العظيم احنا هسه بنكره، اذا ما لحق بنفسنا يعني دمار دمار. يعني شو منتظرين؟ بس ارد على شو منتظرين يا عراقيين؟ شو منتظرين؟ اشو خيركم اخذوه؟ رواتب ما يطول للناس. يعني ذاك اليوم شفت واحد عسكري يقول والله راتب ما يعطوني. زين المن تخدم انت؟ تحميهم انت؟ الجيش والشرطه المن يحمون؟ يحموهم لهم ودي يخطون بالشعب العراقي. نعم. يعني المتظاهر يطالب بحقه، يا أمة محمد يطالب بحقه حياة كريمة. زين انتوا شو تقاتلون الشعب؟ شنو راح يخدموكم دولة؟ أي خاين مصيره الموت. أي خاين حتى لو بالقصص، بالتاريخ، بأي شيء، راح يقول لك الخاين اليوم يبيعوه بثواني. فليش يصيرون مخفخة يا أخي؟ ليش يصيرون مخفخة؟ كرامتكم وين؟ نعم. أشوف ما شاء الله الآثار دمروها، خيراتكم أخذوها، خلوكم جوعون، جابوا لكم المخدرات. نعم. هاي بالمخيمات متبهدلين، ويقول لك يا با ليش ما يرجعون لبيوتهم؟ زين شنو يقعد يروح يحب بيوتهم؟ شلون؟ يعني مفلشة، شلون يعيش بها يا أمة محمد؟ يعني فكروا يا عراقيين، فكروا، فكروا عن دا ذوب من القهر. يعني شلون تفكرون يعني هيك واحد يخدعكم؟ شلون تقبلون؟ نعم والله العظيم انا مداد يا اخوي افل. نعم شكرا لك ابو حسن. من الموصل احمد، حياك الله يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ احمد الله على كل شيء، انتم شلونكم؟ والله الحمد لله. والله استاذ احنا نشكو لا شغل لا عمل، ونشكو من ملف المعتقلين. ترى العالم قاعد تموت استاذ، انا ناشد نهال الموصل، العالم قاعد تموت بس تجمل. يعني لا حول ولا قوه، ايمت يصحى مصطفى الكاظمي، العالم اشتلها الجوع بس تجون، عصر عليهم الماي. نعم. يعني شن ناشد يعني لا حول ولا قوه. فلسطين ترعى الطعام من السجون، العالم راحت قاعد تموت، كورونا شلتهم والجرب. يعني الى امتى يعني نظل هيك؟ اي يعني انشن ناشد، يعني لا حول ولا قوه. والله العظيم والله بزعنا، والله من الناشد يفتح الملف مال العفو العام، المنطقه هنا قدام احنا ما يريد يطلع، المجرم ما يريد يطلع، البريد ليش جوه؟ يعني سال يطلع كتاب افراج من بغداد، اسامي طبوبون السجن ما نفس الشيء. يعني استاذ ما ادري اسوي شيء والله. نعم. أحرام إيران سيطر على العراق، ولا شغل ولا عمل ولا قال ولا قلت. يعني أسعى إيران تفوت بكيف العراقيين
يعني حاصل عليهم نعم ونشر قناتكم الحرة توصل صوتنا المصطفى الكاظم. نعم وصل إن شاء الله. ماشي شكرا. العفو العفو أخ أحمد. أبو زينب من النجف حياك الله يا أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هناك بيت شعر عربي قديم يقول: قوم كلهم أرأيت مزرعة البصل؟ لأن البصل البصل بس رؤوس. زين هذول احنا عندنا ماكو رأس اللي هو يحوي الكل. هسه حتى لو تجي على نظام القبائل والعشائر تلقى شيخ العشيرة والبقية يزعنون بأمره احتراما له وتقديره، احنا ما الاحترام رايح. زين كل واحد كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد عنده كتلة، كل واحد عنده مجموعة، كل واحد يعني شتات البلد صار. طيب وين رئيس الوزراء؟ وين رئيس الجمهورية؟ وين القائد العام للقوات المسلحة؟ اسمها القوات المسلحة، يعني أي شخص يحمل سلاح يعد ضمن القوات المسلحة يجب أن تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وليس بأمر شخص من فلان حزب وشخص من فلان تكوين وفلان. بعدين يعني اللي يقدمونها شنو؟ يعني فقط الآن ظلينا باحتراف داخلي سني وشيعي، وهذا راح وهذا اجى وهذا كذا، ودمرنا دمار دمار مادي دمار معنوي وكل شيء ما حصلنا. يعني أبسط شيء سياسة مالية بالبلد ماكو لحد الآن. احنا صار لنا 45 46 يوم بلا راتب وما يستحون يطلعون يقول احنا احتمال نناقش الأمر في مجلس النواب لنضع خطة جديدة للتعامل المصرفي وبعدها انقر قانون وبعدها نصف الرواتب. يعني شوكت منا الشهر منا الشهرين منا السنة. سياسة نقدية هاي متخلفة في العالم، والعراق يسخر يعني بكوادر حقيقية كوادر عملاقة بالجانب المالي والاقتصادي. هذولا ما ينطوهم فرصة. يا أخي انت شعلك بيجيبه مستقل بس يفتهم، بس مو تجيب الزمال معمم ها وتحطه لانه منتمي الى جهه معينه. هاي الفلوس كل مره جاي يدوروها. طيب اذا هم ما عندهم فلوس لعب شلون المصارف تعلن عن سلف 10 ملايين و15 مليون و25 مليون و50 مليون و100 مليون؟ هذه مو فلوس اللي جاي يعطوها للراتب توقف، لان هذه نسبتها ياخذوها 50%. يعني اللي ياخذ 10 ملايين يدفع 15 مليون، ياخذ 50 مليون ياخذ 75 ياخذون من عده، ياخذ 100 مليون ياخذون من 150 مليون. احلى دوله بالعالم الفائده مالتها ما تتجاوز ال 4%، احنا لا 50%. وتطلع لذاك اليوم وحده ما ادري عضو مجلس نواب ما شنو تقول انا قدمت اقتراح باقتطاع 30% من راتب الموظف. يعني الموظف فوق ضيمه فوق ما مسحوق قاعد بالايجار ابو من صمت تاخذين منه 30%. ها والثانيه تطلع لك ذيك خلاص محمد علي ما اعرف اسمها مدير عام مصرف الرافدين تقول هذه الفكره انا سويتها ثلاثه ومضاعفاتها واربعه مضاعفاتها لما توصل 50%. ما يستحون يعني على الاقل يقول هذا راتب المفروض نعطيه منحه كجزء يسير من حقه بحصه بلده من النفط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لك أبو زينب. حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عزيزي طبعا احنا إذا تكلمنا كل الأساليب اللي صارت على مود أن يحاربون يعني ثورة تشرين فهي عديدة جدا. احنا اليوم اذا اريد يعني نفصل يعني نحدد الجهات اللي حاربت ثورة تشرين وحاربت ثورة الشعب من اجل الحرية ومن اجل القضاء على الفساد والقضاء على هذه الاحزاب اللي هي حكمت من 2003 لحد الان. احنا يمكن اريد نحدد فهو الصور الأعداء هم واضحين جدا. احنا مشكلتنا محاربين من الخارج ومن الدول
اللي هي تتبجح بموضوع الديمقراطية وتتبجح بموضوع حرية الشعوب من أجل الحرية. اليوم إحنا المؤامرة هي مؤامرة مو هذه الأحزاب، هاي الأحزاب هي طلعت من رحم هذه الدول، الدول اللي هي احتلت العراق، اللي هي جات مص من خيرات العراق. اليوم هذه الدول هي راعية لهذه الأحزاب وميليشياتها، راعية وتستر على من قتل الشباب ومن غيب ومن خطف. اليوم احنا ننتهم حتى الأمم المتحدة، اليوم الأمم المتحدة هي مشاركة، يعني مشاركة كبيرة بموضوع تسويف ملف شهداء التشرين وموضوع ثورة تشرين. اليوم الأمم المتحدة وحتى الدول الراعية لحقوق الإنسان هي اليوم هاي الدول العظمى هي يعني تجاي تستر على الفساد بالعراق وعلى الملفات الكبيرة، لأن كلهم مشاركين بموضوع يعني سرقة النفط العراقي وخيرات العراق وقتل العلماء وقتل كل إنسان شريف موجود بالعراق. احنا اليوم الشعب اليوم بيقود ثورة ضد كل هذه الدول، وليس فقط هذه الأحزاب اللي هي هذه الأحزاب هم عملاء لهم ومن أجل يعني إنهاء العراق وتقطيعه وأن ينتهي موضوع العراق وكل خيرات العراق. نعم، شكرا شكرا لك أخ حسن. أبو حاتم من جرف الصخر، حياك الله يا أبو حاتم. أبو حاتم انقطع الاتصال يا أبو حاتم، أتمنى ترجع لنا. سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله ودوني يا أستاذ أفل، نشكر طال عمرك البرنامج هاي القناة الكريمة وعامليها، وأهلا بك على مدار الساعة. حياك الله. بالنسبة يعني للعراق يعني دي يعني تقريبا 10 ملايين من القبائل، وين دورهم؟ يعني عشائر العراق تقريبا يعني 10 ملايين ولهم دور يصحح المسار. 10 ملايين زين، وال 30 مليون البقية ما لهم عشائر؟ لا طال عمرك أنا حبيت يعني أوضح توضيح لك، يعني أردت الإفادة والإجابة من شخصك الكريم. يعني مثلا تصحيح المسار ومكافحة مثلا انتشار المخدرات في المجتمع والبطالة المقنعة. وآخر الكلام يا أستاذي نشكر أيضا زيارة رئيس العراق للكويت، ولكن أنت قلت بالنسبة للمفوضية، المفوضية لما جاءت للميليشيات جزء من الميليشيات يمكن رايحة الميليشيات تحرر مثلا الجولان والقدس القدس. وتحياتي لك يا أستاذي يا محترم. نعم أبو ياسين، شكرا لك أخ سعد من الكويت. أبو ياسين من بغداد، تفضل. تحياتي لك أخوي. حياك الله أخوي العزيز. أخي على الأمم المتحدة أمريكا عد على تاس يقولون إحنا مع المتظاهرين، أخي هاد كذبة. أمريكا مساندة أعداء، كله كذب. ما يقولون عود إحنا راح نحاسب اللي عاد المتظاهرين، هذا كله كذب. فهاي وحدة. اثنين هو هذا الوصل البلد الآن لها الحال، غض النظر عن هاي الحكام السياسيين والعمائم. نعم. الجيش والشرطة والميليشيات منين دولة؟ كلهم عراقيين. انتوا يا اخواني عوفوا هاي الحكومة، هاي الحكومة ايرانية امريكية اسرائيلية، يعني عوفوهم. يعني تعلموا 700,000 تخرب بلدك، يبو هذا مستقبلك ومستقبل أولادك مستقبلا ومستقبل آبائك سابقا. ليش يتسوء علي على 700,000؟ شوف لك غير شغلة وكلك خبزك حلال، انت شنو لازم من الشوارع؟ يعني الإيراني يجي احنا وسهلا بيتبوسون حتى رجليه، والعراق المواطن الوطني تدون عليه الشارع وتعاملونه معاملة حيل مسيئة. ليش هالشكل يا أخواني؟ والله من فوق ما يقبل. يعني يا أخي والله عجيبة، يعوفها الحكومة الإيرانية. هسه قبل
قبل كان نظام وطني، يعني لازم نخدم ما النظام وطني ومحافظ على سيادة العراق ووحدة العراق وحتى العروبة. يا أخواني يعني عوف هالحكومات هاي يعني نعم. مدمروا البلد، فلشوا الموصل، فلشوا الأنبار، فلشوا صلاح الدين، يعني شوية حسوا مو دول جاي يفلشون البلد بيكم. باكر عقبه يقولوا احنا شعلينا، احنا عندنا آليات هم اللي يفلشوا هاي الميليشيات والجيش والشرطة. شوية حسوا على أرواحكم، ترى انتوا كل هيبة ما عندكم. عمي الهيبة الهيبة كون عنده روح وطنية، كون يحمي بلده. يعني دمروه بالسيطرات والشوارع محفرة، البيوت هدمتوها، يعني حتى الطير ما تلم من يمكم. قطعتوا النفر، لوثتوا المياه، حتى السمك هم دمرتوا. كله بيمن كله بالجيش والشرطة، ويعني حتى المرور، هذا المرور ما كل بالشارع ما عد أخلاقه ويا العالم. يتعامل ويا المواطن العراقي كأنه ما كاتل أمه وأبوه. وأنا أشكرك أخوي. شكرا الطريق. شكرا لك أبو ياسين. أبو حاتم من جرف الصخر رجع لنا، حياك الله يا أبو حاتم. أبو حاتم فقدنا الاتصال مرة أخرى بأبو حاتم. أحمد من صلاح الدين، حياك الله. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي العزيز، أنا لا منتسب ولا أنا مواطن عراقي عادي، بس هذا الكذب اللي جاي يصرفون، ماكو احترام للمواطن وماكو احترام للمحترم نفسه، إن كان مواطن ولا موظف ولا زين. أخ أحمد، أنت تقول هذا الكذب، أريد أسألك سؤال. طفل لما يطلع بالتلفزيون وهم مصوري ويقصقصون شعره بالكتر ويغلطون على أمه، وين الاحترام بالموضوع؟ طفل آخر لما هشمه ورجليناته بشاكوش، وين الاحترام بالموضوع؟ امرأة تضرب على أيدي القوات الأمنية، وين الاحترام بالموضوع؟ أصحاب ذوي الشهادات العليا دي طالبون بالتعيينات، يضربون رجالا نساء، وين الاحترام بالموضوع؟ وانت تتهمنا بالكذب زين، والفيديوهات اللي ده تطلع على الشاشة. انا ما اتهمك انت ولا اتهم قناتكم الشريفة، اتهم بعض من دسين جاي يخابرونكم، يعني يشوهون صورة العراق. ليش يشوهون صورة العراق؟ زين زين، أريد أسألك سؤال أخ أحمد. أنت تقول أتهم البعض من يريد تشويه صورة العراق، هاي النقاط اللي شرحت لك إياها، وين الاحترام للإنسان بالموضوع؟ الشارع يلم، الجيش يلم، يلم الزين ويلم الشيان ويلم المفاجئين زين، بس العراق الدستور الدستور أخ أحمد، الدستور كيف حق التظاهر؟ لا لا لا، نعم. ها نعم، كيف حق التظاهر؟ طلعوا متظاهرين يقولون لا للفساد، انضربوا ببنادق الصيد، وانضربوا بالهراوات، وانضربوا بالمي الحار، وانضربوا بالفلفل، وانضربوا بقنابل غاز. من المفترض أن تكون مو هاي اللي استخدموها، لأن اللي استخدموها كل التقارير تقول قنابل غاز تستخدم للأغراض العسكرية فقط، وأطلقت بطريقة خاطئة. الإطلاق الصحيح على أنه تنشمر وراء المتظاهرين حتى ترش غاز حتى تفرقهم، هي انشمرت بوجوههم وشوهت وكتلت وتعوقوا وانقتلوا آلاف المتظاهرين، وين الاحترام بالموضوع؟ رحمة على واجهك. تنظر، أنا ما جاهز أقول لك القوات الأمنية مو كلها، جاي أقول لك القوات الأمنية مو كلها. أنت من تيت تحكي أو تيت تخوف، هو الشر الأمن والخير خوف. القوات الأمنية مو كلها، جاي أقول لك هذه كلها جاي تمثل، لا أكو بيهم ينتمون للعشيرة أكثر ما ينتمون للحكومة، أكو بيهم ينتمون للعشيرة أكثر ما ينتمون للحكومة. يعني كنا ولد عشائر، وكنا احنا حقنا سنة. كلامك على العين وعلى الراس، وكل العراقيين ولد عشائر وفوق الراس تنحط العشائر العراقية كلها. لكن يا اخي يعني اذا 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 تابعت تصرفات القوات الامنية بالبصرة، بذي قار، بالنجف، بكربلة، ببغداد، بديالة، بكركوك، هي وحدة. رحمة على والديك، القوات الامنية حقا تسوي في الكربلة والشام بالبصرة، اللي 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 طارد طارد اصابات مخدرات، احزاب متنفذه من الحكومه كلها اصابات مخدرات ومافيات.
شو يسوون هم يحبون على رؤوسهم اللي جايب النار ويذبها بنص الشعب شو يسوي له؟ يعني المتظاهر صار عصابات وتجار مخدرات؟ لا مو المتظاهرين، لا أنا دا أحكي على المتظاهرين أخوي. لا مو المتظاهرين. أنا دا أحكي على المتظاهرين. لا مو المتظاهرين. أنا دا أحكي بدي أقول لك تصرفات القوات الأمنية ويا المتظاهرين بالبصرة وبذيقار وبالنجف وبكربلة وبابل وبغداد وبكركوك وبكل مكان هي وحدة. يعني بزمن صدام حسين ليش ما شالوا سلاحهم وقفت عشيرة بوجه عشيرة وأسلحة كلها ثقيلة ومتوسطة وناس تذبح بناس؟ واحنا راضين على السلاح المنفلت حتى تقول هاي الكلمه يا اخوي. اقول لك الاعراف والديانه السماويه ترضى بهذا العمل؟ تعال كل شايل سلاحه وعبالك قدامه مو ابن وطنه، عبالك عدو الوطنه هو شايل سلاحه ويضرب، ما يصير اكو شيء يرهم وشو ما يرهم. طيب انا اشكرك وهذا رايك ويعني ما اقدر اقنعك بشيء، لكن شكرا لك اخ احمد. بس احب اقول لك شغله واحده، السلاح المنفلت اللي ادى العشائر اللي موجوده بالجنوب هو سلاح الميليشيات. الدبابات والسلاح المتوسط والثقيل هو سلاح الميليشيات. يعني انت قلت هالكلمه، قلت قبل ما كان عندهم هذا السلاح. شو وقت اجاهم السلاح؟ بزمن هالحكومات. احنا ما راضين عليه. لكن يا اخي العزيز لا الحكومه ولا الجيش ولا الميليشيات ولا الشرطه دا يحترمون الناس. لا زلم ولا نسوان ولا شيوخ ولا أطفال، فهذا بدنا نحكي عليه. أبو خطاب من ديالة حياك الله يا أبو خطاب. أبو خطاب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عيني غادي؟ حبيب قلبي. سولف على السلاح المنفلت. نعم. تسمعني؟ وياك. هو يزال بعد حتى من السلاح المنفلت، هو هي كلها منفلتين يا خالو، كلية منفلتة من عن الطريق. يعني هسه هو هسه ياخذك اذا ما عندك شيء، ينومك جوا، ها خليك نايم اذا ما عندك فلوس، هذا هو زين، ما حد يوصلك ولا له شغل. اذا ما عندك فلوس يطينك ويجمرك فوق ويدفعك زين. هسه ما ظلت احترامات، ما ظلت قيم، ما ظلت مبادئ، هو من دي يحشون هسه زين، لا ظلت اوادم تروح عليها مثل ما يقول زين. انا هسه من الناس، احنا عائله ست اخوان، بس واحد يضل معزه ما تعرف يطلع بالشارع ما تدري بيه وين، الخطف وراح زين، ويقول لك هسه صدام ليش ما سويت بزمان صدام زين. نعم والله وديكم. شكرا لك ابو خطاب. اجاني اتصال من ابو ياسين من بغداد، يقول وحده قالت او مديره مصرف الرافدين قالت انه عندنا خطه لاقتطاع 30% من راتب الموظف. هو الموظف ايش قد ياخذ؟ زين هاي ال 30% راح يقصون من راتب البرلماني والوزير والمسؤول ورئيس الكتلة وقائد الميليشيا وأبو الحشد ومن عندهم؟ لا هنا السؤال اللي ينطرح. نتمنى واحد من اللجنة المالية البرلمانية أو من المصرف أو البنك المركزي أو واحد من وزارة المالية جاوبنا على هاي الشغلة. هاي ال 30% إذا مشيتوها على الموظف واستقطعتوا من راتب الموظف المتقاعد 30% من راتبه اللي هو أصلا لا شيء يذكر إذا استلمه، لأنه ما يستلمه البرلماني اللي دا يقبض ملايين، هو كل شيء ما مسوي للبلد، راح تقصون من عنده لو لا. أما قضية أنه خطة جديدة للتعامل المصرفي، احنا سمعنا أنهم يريدون يخفضون قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. يعني إذا كان الدولار بمأسب 112 أو 116، 100 دولار 116 ألف، وسواها فرضاً 200، رجعنا للتسعينات إحنا، لأن بذاك الوقت كانت 100 دولار 200 ألف، واللي هم جوي قالوا إحنا حسننا قيمة العملة العراقية. هاي رقم واحد. رقم اثنين، أنت من خفضت الصرف اوكي انت ال 100 دولار راح تعطيك 200 الف، بس اللي كان راتبه 300 الف يعني راتبه 150 دولار صار راتبه
العفو اللي كان 350 ألف اللي راتبه 200 وشوية دولار صار 150 دولار خفضت راتبه، وانت فعليا دا تعطي راتب كل 45 يوم ما دا تعطي كل 30 يوم. أي خطة ماكو، هم خطتهم يداينون، شلون منين ليش ما حد يعرف بس يداينون. وفوق القهر يطلع لك أبو اللجنة المالية ويطلع لك أبو الوزارة ويطلع لك وزير الخارجية السابق ويطلع لك غيره وغيره وغيره، يقول لك إذا استمروا بالاستدانة العراق راح يفلس. هو ايش بقى بالبلد حتى تقولوا لي العراق راح يفلس؟ الأخ أحمد من صلاح الدين زعلان على بعض المتصلين يقول ده شوهون سمعة العراق. هو ايش باقي بالعراق؟ خيراته مو إله، فلوسه مو إله، حياته مو إله، الناس ما عايشة بأمان، ايش باقي بيه لهذا البلد؟ كله باقوا نهبون وطول الغير. أبو كرار من بغداد ويانا حياك الله. أم كرار حياك الله أم كرار، واعتذر منك. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك استاذ؟ شلونك زين؟ نحمد الله على كل شيء، أنتوا شلونكم؟ أنا طبعاً متابعة قناتكم، وأنا هاي ثالث مرة قاعدة أتصل وياكم أشارك. لنا الشرف. قدوة لعينك، أنا عندي سجين. نعم. سجين من 2012. نعم. هم هسه يحجون البرلمان اول شي خلي عندنا احنا البرلمان، ايش خلي عندنا؟ احنا قاعدين هسه ولدنا نجددها ونروح نودي لهم ملابس لا توصلهم، فلوس لا توصلهم، هاي هاي 10 اشهر لا سامعين اصواتهم، يعني نتحسر على شوفتهم. اروح السجن التاجي اريد بس اشتم ريحتك، اشتم ريحتك يا يمه، يعني ليش هالمظلوميه هاي بالعراق؟ ليش؟ ليش يا استاذ؟ ليش؟ ليش اكو دولة تمام بس عفو؟ ليش؟ وهو حدث عمره 14 سنة. ايش قد عمره ام كرار؟ الو 14 سنة ولزمه من 2012. 14 هسه عمره 14 سنة؟ لا هو من لزمه عمره 14 سنة. يعني هسه عمره 22 سنة. 22 سنة هسه زلمة شارد ولحيته. انحكم له؟ لا اختي العزيزة، لا انا دا اريد نقطة معينة، انحكم له لا ابنك؟ استاذ انحكم من التعذيب. هو شيء قاعد شيء يسوي قاعد من المدرسة. ايش قد انحكم؟ حكم القاضي 30 سنة. قبل ايش قد بالضبط طلع الحكم ولا امرا عليك؟ الحكم ست اشهر رفعوا للقاضي، القاضي رأسة حكمه. يعني قصدي بال 2012 بال 2013 بال 2014 شو وقت انحكم؟ بال 2016 انحكم. 2016 لا 13 استاذ 13. تمام. اي زين، هذا 30 سنة استاذ من يطلع شو يطلع هذا؟ اول شيء يطلع لك خريج سجون هسه جقاير قام يشرب. زين ايش يطلع هذا استاذ؟ تدول عينك، هو حدث صغير، اكو حدث صغير ينحكم 30 سنة؟ شنو هالمظلومية هاي مال القضاة العدنة؟ وين الرحمة بالإنسانية؟ هو كان صف ثالث متوسط يعني من السجن؟ اي نعم نعم صف ثالث متوسط. شنو تهمته والله؟ تهمته خطف، اجا من المدرسة اللي قال الطفل يبكي فسلمها للسيطرة، سلمها للسيطرة، للسيطرة. هو هذا الطفل قال لهم خطفني، هذه الأهل راحوا تنازلوا فأخذوا مكافحة الإجرام. أستاذ سووا بي أكرفت العقرب ما أدري يسموها إيدي تلوث، قال لهم خطفت، قال له الضابط تعطيني احترافات وأنا أوفك. من قال أعطيني احترافات؟ قال أنا صدق طفل، أنا صدق راح أنطي ويعوفني من الضروب ومن كهرباء نتيل، يعني قالت راح نجيب أمك، راح نجيب أختك، نوقف هنا وبعيونك تشوف، وبالأعراض يهددون وهو طفل. قال لي أنا خطفته، صدق، ويقول وقعت على ورقة أدري بيها، أنا مغمض عيوني وقعت على الورقة. راحوا الناس تنازلوا عدة تنازل يم القاضي. ليش تصير قاضي تنازله ويمك؟ ليش هيك
ليش هي تحكمت حكم 30 سنة ليش؟ نعم وصلت رسالتك يعني وصلت فدوة لعينك استاذ وصلت اشكرك منكم ومن هاي قناتكم ان شاء الله طالب لا شكر لا شكر على واجب امي لا شكر على واجب امي وربي يرد لك ابنك سالم غانم ان شاء الله شكرا جزيلا لك لاتصالك بقناه الرافدين مصطفى السيد من مصر حياك الله هيا السلام عليكم استاذ عفن عليكم السلام والرحمه والاكرام نحييك ونحيي الثوره المجيده ونحيي الشعب العراقي البطل ونحيي المناضلين والاساتذه وكل من يدعم تحرير الوطن وكل ما يعني كل اللي عاوزين يقولوا قالوا الاخوه المتصلين حقيقه يعني نحييهم على الوعي وعلى الانتماء للوطن وللامه وللانسانيه كل اللي احنا عاوزين نقوله قالوا صراحه يعني بامان الله فجزاكم الله خير ويا سيدي نطالب يعني حتى الامم المتحده بدل ما تروح تتفاوض مع عصابات قتله اعداء الامه واعداء الانسانيه لا دين لهم ولا وطن لهم حتى تشوف الأسرى اللي في السجون اللي بيموتوا في الفيروس والوباء والضرب والكهرباء والتعذيب والسب وغيره 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 يعني حتى مفروض في رحمة يعني في حاجة اسمها رحمة في العالم يعني تفتيش على السجون عفو عام عفو من الله أولا يا رب عفوك وكرمك فسيدي مصطفى الكاظمي بيمثل مسرحية علي بابا والأربعين حرامي بيضحك وبيلف على الثوره لكن لم يستطيع، الثوره قويه، الثوره اقوى منك ولها شرعيه عنك وعن عصاباتك. ما فيش حاجه اسمها تفاوض مع العصابات، في جيش مفروض يتولى المسؤوليه ويتم القبض على العصابات وحصر السلاح تحت ايد الجيش، جيش مفروض مهمته يدافع عن الوطن وعن الشعب وعن سياده الوطن. الجيش لا يعمل في مع العصابات يا عالم، الشرطه المفروض لا تعمل مع العصابات والقتلى يا عالم، يا عالم ارحموا البشر، انتموا للوطن واحمي شعبك يا جيش العراق عيب. عيب عيب غداله لما تبقوا قاده تحملوا اسم الجيش العراقي البطل وتتواطؤوا مع المستعمر وتعيشوا تحت وطاه المستعمر والقتل والحرب والتطهير العرقي والاباده الجماعيه والفتن وتجار الدين فانا عقل وفاهم منطق ندين ونستنكر الامم المتحده ومنظمه رانزوتش وكل المنظمات الحقوقيه ندنكم باشد الادانات انتم متواطئين مع المجرمين والقتله وانا اشكر سيادتك وعاش العراق حياك الله أخي مصطفى وحيا الله الإخوان العرب بمصر وبالكويت وبالسعودية وبأي بقعة يشوفون قناة الرافدين بها أم عبد الله من بغداد حياك الله حيا من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام والرحمة والله حيا حضرتك ويا قناتكم الشريفة حياك الله أستاذ أحد المتصلين يقول إنه دمروا المحافظات السنية هي محافظة في العراق ما مدمرة من الشمال إلى الجنوب إذا هم حرروا يقولون حررنا الموصل من داعش لكن البصرة انباعت تنازل نور المالكي أراد فلوس المانحين نعم العفو عبد يوسف أستاذ فلوس المانحين أخذ المالكي وتنازل عن قسم من أراضي البصرة وأنطى 3 آبار نفط وتنازل عن خور عبد الله يعني هذا العراق ترى مذيوع أستاذ يعني إحنا مش بحضرتك تقول إحنا مش نشيل للدولة لخدمة المواطن إذا تيجي من رئيس الجمهورية أستاذ إذا رئيس الجمهورية ملتي بالانتخابات يقول الانتخابات هي عبارة عن 50% للأحزاب الكبرى و50% للشعب يعني هذا يا شعب اللي راح يأخذ 50% معناها هم باقين أستاذ ما راح يطلعون هذول الزمرة ولا يطلعون هذول اللصوص اللي باقوا ثروات البلد المجلس المحافظات أي مجلس محافظة سوى شغل للمحافظات العراقية كل ملتين يجتمعون يعني مصالحهم يأخذون امتيازات اللي تقدمها لهم الدولة من تأسيس من شراء سيارة من فوائد للمشاريع وفود وسفر أكيد أكيد وبعد امتيازات أستاذ 100 مليون سنويا لتحسين المعيشة وتحسين الوضع زين أحد قال محافظ من المحافظات قال إحنا نريد نقدم خدمة للمحتاجين من يصير خدمة للمحتاجين ولا واحد يجي للاجتماع
بالإضافة إلى هذا ترى هي الشغلة مالتنا ترى العراقية ترى مو شغلة خدمات ولا شغلة يعني العراق انضاع أستاذ وده تتحكم بينا يهود واحد من عندهم إسحاق كان هذا في الجيش البريطاني أصل عراقي أخذ الجنسية العراقية سنة 2500 وهو المسؤول عن محفظة الأمم المتحدة للمسؤولين بالعراق أستاذ بالإضافة إلى هذا قدم رسالة إلى الكاظمي طبعاً ومسؤول عن الكاظمي إنه يقوم بعملية إعطاء الجنسية لليهود اللي كانوا ساكنين في العراق وإعادة ممتلكاتهم أو إعطاء أموال كلها يعني فرهدوا العراق حتى الأمة العربية يريدون يعني نتيجة الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل يعني دخل في موقعة خيبر وانطلق العلم للإمام علي يريدون فدية ليش انه دخل الإمام علي وأخذ هذا كل الذي سجلوا على الوطن العربي كله في سبيل ضد الإسلام وضد العراقيين وضد الأمة العربية فالشغلة على الشغلة يا ناس نخوة عربية نخوة وطنية أم عبدالله أنا الوقت راح يدركني وأعتذر منك شديد الاعتذار راح أقطع الاتصال شكرا جزيلا لك بس عندي اتصال وعندي واتسابات عيسى من الحويجة حياك الله بارك الله بك أستاذ العزيز السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام حياك الله أخوي نتشرف قناتكم العزيز السادي نعم الله يحفظك أستاذ العزيز شلونك نحمد الله على كل شيء تفضل اخوي الله يرحم والديك هل انت تشهد استاذ الله يساعد قلبك الله يرحم والديك والله خسرت كنت والله من ورا المالكي لا اله الا الله نعم والله يعني اريد اسولف ما اقدر اريد اسولف ما اقدر استاذ تعبت تعبت الله يعينك والله تعبت والله اي والله نعم زين يعني هسه وين ولا الانسانيه وين نعم تعبنا حال تعبنا استاذ ما ظلت لنا قيمة ابد بهالبلد هذا ابد نعم شكرك استاذ شكرك استاذ العفو لا شكر على واجب شكرا لاتصالك اخ عيسى والله يعين قلبك ويصبرك ويجمعك بولدك ان شاء الله بجنان الخلد يا رب لكن سته والله صعبه كلنا اباء ونعرف الظن اشقد غالي رسالة الواتساب اللي جتني اليوم يقول أول رسالة وصلتنا القضاء العراقي صدر أمر إلقاء القبض على القاضي وائل عبد اللطيف إثر شكوى قام بها هادي العامري نتيجة أنه وائل فضحه بالسلام رشوة بمبلغ كبير هو وهوشار زباري بزيارتهم للكويت السؤال منهم من العراقيين ما يعرف الموضوع حيث استلموا جنط دبلوماسية تحتوي كل جنطة على 2 مليون يورو والقضاء المفروض باعتقال المرتشين لكنه قضاء مسيس مع الأسف تحياتي لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين والكرام السلام عليكم أخوكم أبو حاتم من الموصل للحرية ثمن باهظ والعراق يستحق ويحتاج إلى هذا الثمن الباهظ من شعبه الجريح الصابر على ضيم الاحتلال وأعوانه للخلاص من هؤلاء الفاسدين في العراق خدموا عبيد الأجانب الأمريكان والإيرانيين لتدمير وانتقام من عراق التاريخ والحضارة والشعب الأصيل صاحب النخوة والغيرة العربية ومعتصمة فعلى الشعب العراقي التحرر من هؤلاء القتلة واللصوص وهذا الوضع بثورة كبرى بقيادة ممثلة الوحيد أو ممثلي الوحيد والشرعي ثورة تشرين المباركة التي ولدت من رحم الشعب العراقي أهل الفالات والمقوار وإعادة لتاريخ العراق لشعبه الأصيل والسلام عليكم السلام عليكم أنا أم علي من قضاء الطارمية حياك الله أناشد قناة الرافدين سمعوا صوتنا للمسؤولين وأناشد رئيس البرلمان وأناشد من أجل ولدي 2 اعتقلوهم بعام
اعتقلوهم بتاريخ 10/5/2014. انت يا محمد الحلبوسي العفو العام وين؟ نريد العفو العام للسجون السرية. انت يا الكربولي وانت يا ليث الدليمي وش وقت تهتز الشوارب؟ وانت يا مصطفى الكاظم وش وقت شيلك الغيرة على الشعب العراقي؟ وشكرا يا قناة الرافدين، ترى ما عندنا غير الله وانتو. السلام عليكم، شلونكم؟ انتم مثل اعلى. اني من تكريت احييكم من كل قلبي. اني ام لايتام من 20 سنة، عانيت ما عانيت من القهر والضيم، محتاجة مساعدكم حتى أشرح لكم قصتي وتشرحوا لي شنو أسوي وأعرف ولدي وين، وأكون شاكرة وفاضلة وشاكرة فضلكم علي الحجية أم أمل. رسالة أخرى، السلام عليكم، أتمنى تطلعون رسالتي. إحنا خريجين المعاهد التقنية في ذي قار مع تصميم بوابة خضراء، صار لنا 35 يوم نايمين بالشوارع جوا جسر العلاوي، وأتمنى تجون تصورون وتبثون وتشوفون شلون نايمين بالحر بشمس. وهذا الفيديو اليوم إجانا مقدم بحفظ النظام بالخضراء. البوابة التاسعة وتجاوزوا علينا وضربونا، وإحنا مظاهرتنا سلمية وحقوقنا مشروعة، والبرلمان قرر أنه ذي قار منكوبة وبيها فرص تعيين. نتمنى انه تجونا وتشوفونا. مشاهدينا الكرام، اكو شخص يقول لازم ما نشوه صورة العراق، بس اذا قاصر ينحكم 30 سنة وينسجن بسجن عادي ومو بسجن الاحداث، ولا قصر ما يصير عليهم هيك حكم، فما شاء الله الاحترام بالعراق على قدم وساق. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر. في امان الله.